عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب في ضيف الجزء الثاني من هذه الحلقة عضو مجلس الأمة النائب الحميدي الإسبي. حياك الله بدر. الله يسلمك، مساك الله بالخير، وأنا سعيد بتجدد اللقاء معك عزيز وغالي بودر. بس ما شربت فنجاني بس بدينا، خذ راحتك. بس أنا السؤال اللي يعني محيرنا، أنا كنت مفروض أسألك عن الإسقاط العضوية في البداية والدور اللي قمت فيه، لكن فاجأتنا في الجلسة الأخيرة. إيه لجان، رئيس اللجنة التشريعية زي ما تبي اللجنة التشريعية ولا لجنة، تطلع فيديو مع العربيد وياكم عمر كان مستانس يطلع من وراء تقول أنا ما أبي أنزل لجنة لأن دور العقاد الثالث حل. هذا عذر إنه ما تترشح. هذا التصريح يعني عمل ربكة في اليومين اللي فاتوا، وفي ناس جهزوا خيامهم واشتغلوا لا في تشاوريات صارت ابو زبن فرج عبيد يقول ايش حق تقول الكلام وهكني، قلت انت اللي سالتني. هي كانت يعني كان احنا كنا نصور انستغرام وكنا نتكلم يعني، وكان على سبيل المزاح طبعا. طبعا حل الدستور والحل الدستوري وهذا كله طبعا بحل البرلمان هذا بايد صاحب السمو، ما حد يقدر ينازع عليه ولا حد يقدر يعرف توقيته ولا حد يقدر يجادله في هذا الامر، ولا حتى نقدر نقول في حل ما في حل، خاصه انه صاحب السمو بالخطاب كانت كلماته واضحه في خطابه وحتى في الجلسات اللي التقينا فيه سابقا، انه كان يشدد على انه سيحمي العمليه الديمقراطيه ولن يقبل بهدم العمليه الديمقراطيه. اوكي، لذلك يعني كانت هي انه ملاحظه انه اغلب اربع ثلاث حالات الاخيره اغلبها كانت في دون عقد الثالث، فهي كان مش كان توقع حتى انه كانت كمعلومه. زين، هدى الحين التوقع الحل اللي انت تنبأت فيه، لكن لا، البعض يقول ابو بدر ان انت ما ترشحت للجان، ان انا الفتره الماضيه لما كنت في اللجان واللجنه التشريعيه كانوا يقولون ان حميدي يبي كروت بعض المواضيع، يبي يمرر بعض المواضيع، هناك صفقات معينه من بعض النواب، وبعض يقول لك بعض المحسوبين على بعض النواب خاصه من اطار شوي المعارض هاجموك، فانت كان تقول انا وخرت عن اللجان الان بعد ما انجزت دوري في قضيه اسقاط العضويه، الان كانك قاعد توجه رساله يعني اروني ماذا انتم فاعلون. والله الى جانب كبير كلامك يعني فيه من الصحه، وهذه اول مره اقولها يعني، لكن انا هجمت كثير في دور العقاد الماضي من الكل يعني من اغلب يعني التوجهات، في هناك بحسن نيه وفي هناك بسوء نيه طبعا. لكن لما الفترة الماضية السنة اللي فاتت كانت الدور ما في أحد قانون يسبق قانونه، بالدور مشي القانون إلا بثلاث حالات، المجلس يطلب مني استعجال في قانون، أو اللجنة تطلب مني استعجال بقانون لجنة أخرى تقول أنا بها الاقتراح هذا القانون، أو أن الشخص نفس النائب نفسه يجينا ويشرح لنا ويقول والله هذا القانون يتعلق بأمور ثانية نستعجلها، غير الحالات هذه كانت ماشية بالدور، وهذا اللي احنا مشينا عليه وانجزنا، واكبر انجاز طلعت اللجنه بالتقارير كان في دور النقاد الحالي. أوكي. في اللجنه التشريعيه لا في نفس التوقيت انه كان طلع هناك غمز ولمز، كل ما يطلع اقتراح حتى لو انا موافق رافض باللجنه التشريعيه زين احنا يدي اللي سواها، وحتى لما نرفضه من الناحيه الدستوريه او نعدل عليه وندزل للجنه المختصه قالوا حميدي، ما يقولون اللجنه التشريعيه قالوا حميدي، اضافه الى انه اصبحت النيران تجيني يعني من الضرب يجيني من نيران صديقه يعني في هذا الامر، وكان بعضهم يقول لك خاش الاقتراح، لذلك طلعت بندوه الندوه اللي كانت في بيت الاخ وليد الطبطبائي وقلتها، قلت هذول كل النواب موجودين، انا كل القوانين عندي بترتيب مع اصحابها واخرها قانون عفو الشامل، ولما تحكيت تبوني اطلع موجود اطلع، تبوني احط القانون على جدول اعمال احطه، بس لا حد يقول ان حميدي خاش القانون عنده، وقلت انا موقفي قلتها باللجنه، قلت باجي تقريبا خمس اسابيع وليد والجمعه باقي خمس اسابيع اذا تبون نحطه حط انا لغايه 30/9، طبعا لغايه ما مشيت ولا واحد طلب مني اني احط على جدول اعمال، لا من النواب اللي قدموا الاقتراح معاي ولا من اهاليهم ولا من المساجين نفسهم ولا اي شخص اخر طلب مني اني احط جدول الاقتراح على ما يتعلق في العفو الشامل، اما العضويه لا، انا قلت انسق ترتيب تام مع الاخوان الدكتور وليد والدكتور جمعان هم المعنيين بهذه القضيه. نعم، ومع ان كانوا قالوا لي عقدها قبل خمس اسابيع، رفضت اني اعقدها قبل خمس اسابيع. نعم، لاني لو عقدتها خاف تسقط العضويه، قلت لا راح اعرضها في الوقت المناسب، تكون الاجواء زينه، يكون الترتيب ممتاز، ومثل ما صار طلعناها في اخر يومين، اصلا لو عرضتها قبل شهر كان ممكن يصير ضغوط على النواب اللي وافقوا. يعني ممكن يصير علينا ضغوط مني شهر كامل تصير ضغوط تغيرهم، قلت لا اخلي الاقتراح اللجنه الجلسه قبلها بيومين نطلع من اللجنه موافقين عقب باكر اجتماع المجلس، وبالتالي
تصغر المدة الضغوط على النواب في تغيير قناعاتهم. اوكي، قبل لايك على اللي صار، لكن انت الان تاكد ان انت ابتعدت عن اللجان اساس ترتاح من قضية التشكيك والهجوم والضربة اللي كان يجيك؟ انا قلت هذا جزء كبير من جزء. من شنو من الجزء هذا الرأي؟ الجزء الاخر، خل هذا جزء كبير، احد الاجزاء هذه خليه يديرونها، خليه يطلعون قوانينهم، خليه يديرونها، خليه يديرون اللجنة ويطلعون قوانينهم ويخلصون اللي يبونه. زين، بقية لكن انا في جميع الحالات انا معاهم في كل القوانين، انا مع اخواني، مع قناعاتي في القوانين راح اكون موجود، لكن الان انا متفرج. اوكي، ويديرون اللجنة ويطلعون القوانين اللي يبون، واللجنة تحت امرهم يستعجلون في قوانين، يعطلون قوانين، زين، بقية يأخرون قوانين. بقية اللجان ما ارى نفسي فيها للامانه. القوانين اللجان الدائمه اللي موجوده كانت الجلسه الاولى كانت اغلبها كلها لجان دائمه، 10 لجان دائمه، ما ارى نفسي في احد هذه اللجان، ويمكن لجنه او لجنتين لقيت تزاحم كثير على الاخوان فيها فما بغيت ادخل معاهم، في واحده كان تزكيه فما بغيت ادخل معاهم، واحده كان فيها تصويت وكان العدد زايد فما بغيت ادخل معاهم، لكن انا راح اكون موجود ان شاء الله في اللجان المؤقته الاسبوع القادم ان شاء الله. عندي لجنة أو لجان مؤقتة راح تدخل فيها. اي راح ادخل في اللجان المؤقتة ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. اوكي، البعض يقول ان حميدي كان ما يبي ينزل انتخابات اللجان لان عنده حزمة من خلينا نقول المساءلات الرقابية، فتبي تتفرغ للرقابة اكثر. شوف، المرحلة الدور العقاد الثالث هو اصعب الادوار الانعقاد في كل برلمان. من خلال دراستي لجميع المجالس السابقة هو الثالث هو الحاسم، يعني الثالث يحدد العلاقة. انا اقولها وهذه كلمة اللي نقولها الان، الوزراء ما يعني لا مجال للتهاون مع الوزراء في هذا الدور. صحيح كلمة صاحب السمو عطتنا يعني تعليمات كبيرة فيما يتعلق بتكلم في المساءلة السياسية وفق القانون والدستور، وصاحب السمو قال يعني وفق القانون والدستور من حق النائب انه يسأل، لذلك احنا نأكد على هذه النقطة، وفق الدستور والقانون راح يتم هذه المساءلة، واعتقد ان المساءلات راح تكون كبيرة بعد شهر، ابتداء من الشهر القادم راح تكون في مساءلات كثيره للوزراء، ولا يعتقد اي وزير انه بعيد عن المساءله، لا يعتقد ان اي وزير انه بعيد عن المساءله. دور العقاد الثالث دور يعني حاسم، راح تروحون حق الوزراء يعني. انا اعتقد ان دور العقاد هذا الثالث مساءلات وزراء، راح هيك وزراء. اوكي، راح هيك على مساءلات الوزراء وتفصيلها، لكن في الاسقاط العضويه التصويت اللي صار، يقال قيل في وسائل التواصل حميدي لعب دور تحت، نقول تحت الطاوله او في الخفاء في الغرف المغلقة، واللي قال عنه بعض النواب يمكن تصريح النائب صالح عاشور وقت أنه كان في اتفاق، صار في نوع من الديل، يقال أن أنت عرب هذا الديل. شوف، تفاهمات أوكي، سياسة، يعني السياسة يباح فيها التفاهمات، يباح فيها التقسيمات هذه، وإذا ما في تفاهمات ما راح تمشي العملية البرلمانية ولا السياسية، وهذا مو سياسي اللي ما يكون هناك ترتيبات. نعم كان هناك ترتيبات لعملية لمساعدة وتهوية تهيئة الأجواء للمرحلة القادمة، ما في كلام، كانت هناك تفاهمات حكومية نيابية لأن يكون هناك وضع استقرار للمرحلة القادمة، زين، وفق تفاهمات معينة. يعني لو نسوي شوي دلال يقول أعطوني دليل، الحين تقول لا في تفاهمات. في تفاهمات، أنا ما أكذب، أنا هذا رأيي، أنا هذا رأيي وهذا اللي أنا شفته، يمكن بعض الزملاء ما شافوا، بس انا هذا اللي انا شفته. شفت انه في تفاهمات. في تفاهمات. على اسقاط عدم اسقاطه، حتى لو رغم ان الحكومه صوتت في الجهه الاخرى. التصويتات غير، انا اكلمك على التفاهمات بشكل عام. اوكي. للمرحله القادمه. انزين. احنا يهمنا ما يكون هناك تجاوز على الدستور. يهمنا ان يكون هناك استعجال في القوانين الشعبيه. يهمنا ان يكون هناك انجاز. اذا كل هذا الامر بتلتزم فيه الحكومه، اذا هذا شيء، هذا اللي نسعى له احنا، وهذا اللي يسعى له المواطن. التفاهمات السياسية للمصلحة العامة مقبولة، وهذا ما نسعى فيه، وهذا ما أكدنا عليه. أوكي. والحكومة قالت إنها موافقة على هذه التفاهمات، لكن إحنا حنراقب المرحلة القادمة، إن خلت الحكومة في هذا الأمر راح تكون هناك مسألة سياسية. إنزين، أنت في نفس، أنا أبقى في الجلسة اللي صارت، الآن أخذها من شقين، شق إن في كلمات كانت مؤثرة، كلمات عبد الله الرومي، كلمات دكتور عودة الروعي لما تكلم وذكر الحالات السابقة وذكر تصريح الرئيس السابق لما أحمد السعدون، والجهة الأخرى أعتقد أن الجلسة هذه كانت حساسة، إدارتها كانت حيادية. شوف للأمانة بقولكم شيء، أنا رئيس لجنة التشريعية، يفترض أني ألقي فقط التقرير وأسكت، ما يكون المقرر العادة يتكلم. إيه، المقرر أو الرئيس. أوكي. فأنا ثبتت اللجنة، ثبت المجلس التقرير بدون تحدث، فضاع علي فرصة أني أتكلم.
في البداية، وفي نفس الوقت أنا ما سجلت مع المتحدثين لأني أنا فوق على المنصة. فالمجلس وافق على فقط على 14 نائب أنه يتكلم، وكان على تصويت انتهى. أنا لما شفت الحوار، خلنا أقول لكم إياها بصراحة، لما شفت الحوار يعني خرج عن النطاق الدستوري، وعندي كلام أنا ودي أقوله من قال خرج عن النطاق الدستوري؟ إيه، في كلام ما له علاقة بالدستور، في كلام ما له علاقة بالقانون، مخالف للوقائع السابقة، وحرجع لها بدقائق. صعدت للمنصة فوق رئاسة وكلمت، خاصة لما تكلم الأخ عبد الله الرومي، صعدت للمنصة وكلمت الأخ مرزوق، قلت له أنا بتكلم من ضمن افتح المجال للتصويت. قال لا، احنا صوتنا على 14، ما في مجال تتكلم، خلصنا. قلت له ما يصير، لازم اتكلم، في كلام بقوله لازم اقوله، لازم اقوله، في كلام غلط قاعد ينقال. قال لي في حل واحد، اني ادخلك ترد على الهجوم اللي حصل على اللجنه، وتشرح وجهه نظر اللجنه ومن خلال لذلك كان هذا الامر. انا بالتالي انا اشكر الرئاسه على هذا الامر، انها تحلي الفرصه. انا ما كانت لي فرصه اني اتكلم يعني لائحيا، اني ما لي فرصه، وانا اشكر الرئاسه على هذه الحياديه في 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 ادارتها للجلسه، وكانت واضحه. تكلمت وعلقت على الاخ عبد الله الرومي، قلت له انت خالف الدمياثير، وطلعت المضبط صفحه 134، كنت موافق ان اللجنه التشريعيه تنظر. الحين انت ما انت موافق، يعني ما يصير. انت اول شيء خالفت ربعك الكتله، وخالفت الاغلبيه وصوت ورفضت، اذا انت قبلت ببسط رقابه اللجنه التشريعيه والمجلس على هذا الامر. الاخ عوده تكلم وعرض فيديو للاخ احمد السعدون، العم احمد السعدون، زين اوكي، عرض راي العم احمد السعدون، وهو يقول ان الراي هذا وجيه، المفروض هو والاخرين يلتزمون براي العم احمد السعدون وما يشاركون. انت تعرض راي احمد سعدون وتقول رايه صحيح، وهذا هذا الكلام اللي انقال، وهذا الكلام المنطقي، بس عوده ما تاخذ رايه. عوده لما عرض الراي، عوده الروعي، كان نوعا ما قاعد يعني يوجه الكلام لمن كان يتبنى الراي المضاد، ما يلزمه. هم اللي كانوا يتبنون الراي المضاد، هم اللي كانوا يقولون المجلس يبسط، والان قالوا ما يبسط. هم اللي غيروا، مو احنا اللي غيرنا. عوده ما غير، ما كان هم اللي غيروا، وانا ما كنت موجود. هم ترى اثنين ثلاثة الأربعة، سعدون حماد موجود، وعبد الله الرومي موجود، وصالح عاشور موجود، وعدنان سيد موجود، وجمعان وليد مو موجودين بالجلسة طبعا، بس موجودين. يمكن محمد المطير كان رأيه آخر، يعني كلهم سبعة ثمانية، يعني أربعة بأربعة. رئيس مرزوق كان موجود، أيوه رئيس مجلس الأمة كان موجود. بالتالي هم اللي غيروا رأيهم، مو حنا، هم اللي غيروا قناعاتهم. هم كانوا في ذاك الوقت يقولون المجلس ما تبسط. 17 نائب ما شارك، 17 نائب طلعوا برا ما شاركوا، لا صوتوا إيه ولا لا، هم اللي صوتوا والحكومة صوتت معاهم، وهم اللي جوا اليوم وغيروا رأيهم، هم وغيرت رأيهم الحكومة. هي معادلات تختلف، عشان كذي نقول لك ما يجوز، ما يجوز تسن سنة على نفسك وعلى غيرك وبكرة تجي عليك. هذا تاريخ موثق، لازم يكون رأيك واضح في هذا الأمر. أوكي، بس بالجهة المقابلة أيضا الناس كانت ترى أن الإجراء التصويت باطل وصوتت مع بقاء العضوية، ونفس الشيء اللي حصل للدور انعقاد المجلس العضوية خلف الدمياثير، هي نفسها ترى النص يقول مادتين، كل من أدين بعقوبة جناية أو مخلة بالأمانة والشرف. خلف الدمياثير مخلة بالأمانة والشرف، وهذه عقوبة جناية، نفس الشيء. أخذ عدم نطق بالعقاب، يقولون عدم نطق بالعقاب مو إدانة، قال الرأي الخبرة هذا، نفس الخبرة اللي قالوا الآن إحنا مو مختصين، هم نفسهم اللي قالوا إحنا ذاك اليوم مختصين. كله أي عقوبة ما هي براءة هي إدانة، اي عقوبه ايا كانت تسميتها ما هي ادانه، ما هي براءه، هي ادانه. خلف الدمياثير خذ عدم نطق، اذا ادانه. والنص يقول كل من ادين بجريمه، ما قال كل من سجن او عوقب او غرم، كل من ادين. اذا هو ما اخذ براءه، اذا هو ادين. لعبوا بالناس اذا هم كانوا مو مقتنعين، اذا هذه قناعاتهم، هم اللي لعبوا بالناس مو احنا. هم لعبوا بالناس. انا اقول لا، ما زال في خلف الدمياثير المجلس من حقه يبسط رقابته، وأنا أقول الآن المجلس من حقه يبسط رقابته، من حق المجلس يبسط رقابته. إذا كان المجلس في مواضيع الحصانة يبسط رقابته ويوقف ملاحقة النائب في النيابة، ما له حق الآن يوقف ملاحقة النائب فيما يتعلق في الإسقاط العضوية، هذا أشمل. أقول لك نقطة مهمة أنا ما قلتها بالجلسة، تدري أن اللي يفصل في عضوية النائب وصحة الانتخاب منه؟ قانون الانتخاب سنة 62 صدر، من 62 كان في انتخابات لغاية 73 صدرت المحكمة الدستورية، من كان يفصل في العضوية وصحة العضوية؟ المجلس. يقول والله العضو الطعن الدستور، كان يطعنون ان ساقط المجلس اللي كان يفصل. المحكمة الدستورية طلعت 73 لما جت المادة الأولى، المجلس الأمة تنازل عن اختصاصه للمحكمة الدستورية، المجلس تنازل من تلقاء نفسه، قال أنا بدل أنا ما أفصل بصحة الانتخاب مو صحة العضوية،
أعطاها المحكمة الدستورية. الآن هو مختصص أصيل للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية متخصصة فقط في القوانين في تفسيرها وفي في دستورها. بس بختم لك دقيقة على الطعن اللي موجود اليوم في المجلس، خلنا بيرد للطعن. وبالتالي المجلس عطى صلاحيته كاملة في صحة العضوية للمحكمة الدستورية، يقدر الآن يسحبها، هو صاحب الكل. زين إذا كان المجلس هو صاحب الفصل في صحة الانتخاب، ألا يكون المجلس هو صاحب الفصل في صحة العضوية وإسقاطها؟ من يملك الجزء يملك الكل. هذا اختصاص هو عطاه المحكمة الدستورية، بإمكانه يتراجع عنه بأي لحظة، هذا اختصاصه، يقدر يتراجع عنه بأي لحظة. قبل 73، من 62 إلى 73 كان المجلس هو اللي يفصل بالانتخاب، والانتخاب أصعب من 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 العضوية. لذلك هذا الأمر ما زالت بسط رقابتها. أنا أرى أن المجلس له حق أن يبسط رقابته على العضوية. لكن البعض يقول لك أنت كرجل قانوني هذا يعني إيقاف حكم صادر، إيقاف حكم بات صدر، فأنتوا شلون رحتوا صوتوا على حكم؟ أنا ما وقفته، أنا علقت على 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 إسقاط العضوية. أنا ما تكلمت عن حكم الجزائي، أنا على فيما يتعلق في الشق السياسي طبقته، في نقص تشريعي، في شيء مو واضح يكملونه، هذه مو مسؤوليتي، أنا مسؤولية المشرع إن يكمل الآن. لكن إحنا أمام معضلة لازم نحلها بهذا التصويت. إنزين، المادة الطعن على المادة 16 تقدم في محمد طلال سعيد. هذا طعن أبيح الطعن المباشر قبل 3 سنين تقريبا من المجلس الماضي، إيه إنه يجوز إن هي طعن. ترى على فكرة هي ما راح تروح محكمة الدستورية، غرفة المشورة، غرفة المشورة يوم الأربعاء، يوم الأربعاء إيه غرفة المشورة إذا رأت إن فيه جدية، جدية تحول جلسة، مو مع يعني ممكن تقول جدي وتحول جلسة ويرفض، وممكن يرفض دايركت. لكن هو طاعن على شنو؟ طاعن على العضوية ولا طاعن على المادة 16؟ هو يفترض أنه طاعن على المادة 16، لكن أنا أرى أنه هذا الطعن يفترض أن يرفض لعدم الجدية، لأن الطعن في حقيقته منصب على بطلان عضوية نام وليد الطبطبائي، وهذا ما تختص فيه المحكمة. المحكمة غير مختصة في بطلان وإسقاط العضوية. في حكم أسير العوضي 2009 قالت المحكمة هذا الأمر، هي غير مختصة، هي لها بعد التثبت من العضوية ينتهي دور المحكمة الدستورية. وبالتالي لما تقرأ صحيفة الدعوة راح تجد أن الدعوة منصبة على إسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي، وليست على بطلان المادة 16 اللي هي من قانون اللائحة الداخلية. وبالتالي أنا أرى أن المحكمة الدستورية في يوم 14 راح تحكم بعدم جدية هذا الطعن، لأن الطعن ليس موجها للمادة. ترى إيه، ترى مو موجه للمادة، لا هو أنت لما تقرأه هو في حقيقته موجه لوليد الطبطبائي، إسقاط عضويته مش من المادة. كل الصفحات كلها اسم وليد الطبطبائي وإسقاط عضوية وليد الطبطبائي. إذن الطعن بهذا الصورة معناته لما يقول أنا مصلحتي إني أقدم لأني أنا في الدائرة الثالثة، زين أنا لما أبي أطعن على هذا دليل إن طعنه مباشر على وليد مش على المادة، لأنك لو طعنت على المادة أنا من حقي وأنا في الخامسة أطعن على المادة، واللي في الدائرة الأولى يطعن على المادة، واللي في الدائرة الرابعة يطعن على المادة. لما تقول أنا لمصلحة لأني أنا ساكن في الدائرة الثالثة، يدل دليل دلالة مباشرة أنه كان يستهدف المساس بعضوية وليد الطبطبائي ولا يستهدف المساس بالمادة 16. وبالتالي أرى أن المحكمة الدستورية غير مختصة بهذا النظر، وستحكم بعدم جدية هذا الطعن لأنه لم يكن موجه للنص الدستوري. أوكي، المحكمة راح تصدر قراره. ولكن أنا سؤال لك أبو بدر، أن في تسريبات صحفية أن المجلس قد يتوجه أيضا إلى المحكمة الدستورية للتفسير، لأن في تعارض اليوم بين المادة 16 والمادة 82 والدستور، يعني القانون الانتخاب وبين اللائحة الداخلية، تسقط العضوية إذا كان هناك جريمة، لا يصوت على العضوية، بحاجة للذهاب للمحكمة الدستورية الفصل ولا لا؟ والله أنا الآن عندنا المشكلة الأساسية إسقاط العضوية. إذا يبون يبحثون على مسائل ثانية تطوير النص، أنا أعتقد ما له داعي نروح محكمة الدستورية، إحنا نقعد ونعدل النص. ليش نروح محكمة الدستورية؟ نقعد ونتفق على نص ونعدله للأمور اللاحقة. لكن انتهت التصويت، انتهى. وعلى فكرة الناس يقولون إنه المجلس المحكمة الدستورية مختصة بإسقاط العضوية، والقرار اللي اتخذناه، القرار اللي اتخذناه لا تملك المحكمة الدستورية بسط رقابتها على الأعمال البرلمانية. هذه نقطة يجب أن يعيها المشاهد، أن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها على القوانين واللوائح إلى آخره، ولا تملك المحكمة الدستورية بسط رقابتها على الأعمال البرلمانية. تفسير. هذا عمل برلماني، إسقاط عضوية
لا بس قرارات اللجان. الان التفسير التفسير التفسير, التفسير من حقها تروح. لكن اسقاط العضويه عمل برلماني لا تملك المحكمه الدستوريه بسط رقابتها على الاعمال الاداريه. هذا هذه نقطه محسومه بالنسبه لك بموجب احكام دستوريه. اما في موضوع التفسير انا ارى لا ارى اني اروح للمحكمه الدستوريه التفسير. ليش نفسر؟ انت تبي تعدل خلينا نقعد ونعدل. اوكي ليش نفسر؟ انزين الان ما يطرح بدر ايضا ان طرحته قبل شوي على الدلال يقول لك ان التفاهمات اللي صارت هذه اللي انت تقول في تفاهمات ما كانت لان تحدث لولا ان كان هناك استجواب الى سمو رئيس الوزراء. هذا الاستجواب هو منع. كان الدكتور وليد طبطبائي في دور العقد الماضي لما اعيدت جنسيه البرغش كان في استجواب فقال نتائج الاستجواب اعيدت الجنسيه. الان انت شو تقول؟ نفس الكلام، نتائج الاستجواب اللي قدمه سحب هو اعاده هو اللي ادى الى اعاده خلينا نقول عدم اسقاط العضويه الان او اعاده بعض لا الجناسي. لا 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 التفاهمات كانت قبل ومساله الجناسي عوده الجناسي كانت محسومه من شهر يمكن ثلاث اللي فات من شهر مارس كانت محسومه واغلب النواب يعلمون هذا الامر وكانت مساله وقت فقط يعني في هذا الامر. وحتى مساله العضويه والاسقاط العضويه والتفاهمات هذه ما ممكن الاستجواب منسحب نفس اليوم، ما ممكن يكون تفاهمات نفس يوم الفجر يعني في الخطاب الاميري يعني ما ممكن تصير يعني. مو الاستجواب ادى الى 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 الاعاده. الاستجواب انا ما اتكلم عن الاستجواب، انا اتكلم عن التفاهمات. التفاهمات الموجوده أوكي. كانت تفاهمات يعني اخذت فتره يعني فيما يتعلق بس بالجناسي من شهر ثلاثة احنا خالصين قبل بدايه دور العقاد راح تبدا الجناسي، هذه خالصين ومحسومه. خالصين الجناسي؟ هي خالصين. اليوم البقيه وين بقيه الجناسي؟ اللجنه اللي خلصتها راح ترد، هذول اللي خلصوا من اللجنه وردوا اللي وافقوا عليها، وهذا امر احنا كلنا عارفينه، واي نائب واي شخص يقول غير الكلام هذا مو صحيح. اوكي البعض يقول هذه خالصه. كان بعض يقول لك على نفس القضيه، يقول لك ان لما كان في قضيه احاله القضيه للدستوريه في قضيه اسقاط العضويه، النائب محمد هايف صرح ان اسقاط العضويه تحويلها للدستوريه معناته اسقاط العضويه. ما انطرحت فكره الذهاب للدستوريه يعني، هي كانت تخوف انها تروح للدستوريه. يمكن ابو عبد الله لما قالها كان ان هناك تخوف انها تروح للدستوريه، بس كنا في مرحله التفاهمات ما كانت انتهت التفاهمات في هذه المساله، لا الجنسيه ولا اسقاط العضويه ولا اخره في هذا الامر. والتفاهمات مو بس تفاهمات برلمانيه حكوميه، ايضا برلمانيه كانت تفاهمات مع بعض النواب اللي كان لهم راي اخر، احنا نقعد معاهم ونقنعهم ونشرح لهم. قعدتهم مع بعض؟ اي قعدنا مع بعض النواب. هذا اللي خلى عسكر وجلال يصوتون ضد الاسقاط؟ والله عسكر وطلال للامانه من زمان هم معلنين هالموقف هذا، عشان كذي انا كنت انتظر ما بيعقد جلسه وطلال وعسكر مو موجودين. تاخرت في عقدها، ولما كلموني عقد قلت لا ما راح اعقد لان عسكر وطلال مو موجودين. وانا عارف موقفهم من البدايه للامانه يعني ما اساس نظلم احد. كنت عارف موقفهم من البدايه انهم رافضين مبدا اسقاط العضويه، لذلك انا تاخرت في 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 عقد الجلسه. أوكي. الى انهم جو يوم 27 ترى جو نفس اليوم بالليل. أوكي. الفجر الجلسه في واحد جاء فجر الجلسه في واحد جاء قبلها بيوم، فانا تعمدت اني احط التاريخ متاكد انهم راح يكونوا موجودين يوم 28. وهذا كان تنسيق معاهم وتنسيق مع باقي الاخوان وهذا اللي ادى الى نجاح ان نطلع بهالجلسه بخمسة مقابل اثنين. البعض يطرح اليوم بدر ان انتم تمكنتم من عدم اسقاط العضويه، لكن اليوم يبقى السؤال ان في اثنين نواب بالامكان استخدامهم في قضيه التصويتات، قوانين استجواب غيره، بس موجودين برا يعني نواب ما عدم القدره او ممارسه الفعل. شلون؟ هناك نقص الحل. هناك نقص باللائحه ومو بس على هذه يعني الطعون الانتخابيه. تذكر المرحوم جاسم خرافي والعم احمد سعدون في بالرئاسه، صوت واحد فرق. نعم زين صوت واحد يعني تصور واحد الان الطعون الانتخابيه تفصل بعد خمس شهور في صحته وتبطل عضويته من بعد خمس شهور، زين هذا اللي صوت ممكن يفرز في صوت الرئاسه، ممكن صوته يحسم في قوانين مهمه، ممكن وممكن 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 الى اخره. وبالتالي اللائحه محتاجه يعني نفضه كبيره وتعديلات كبيره على اللائحه فيما يتعلق باسقاط العضويه، تكون مساله ما فيها جدال، نحدد النصوص في الطعون الانتخابيه يجب ان نحسمها في صحه العضويه، يجب ان تفصل المحكمه الدستوريه في صحه في بطلان العضويه قبل جلسه المجلس الاولى، خلال اسبوعين لازم تفصل. هذا قدم الاقتراح في قدمه يوسف فضاله يمكن؟ لا يوسف قدم فصل في صحه المرسوم الدعوه، لكن هناك ايضا قوانين راح تقدم في صحه العضويه اللي هي الطعون الانتخابيه، يجب ان تفصل قبل اسبوعين. أوكي. نخلص اللائحه تحتاج غربله كبيره. انزين في اليوم طرح ايضا مشكله ثانيه اللي تتعلق اليوم النواب اذا رجعوا وصلوا المطار
داخلية تلقي القبض عليهم، داخلية تفرج عنهم. في خلاف، واحد هدد بالاستجواب أن تستجوب وزير الداخلية إذا نفذ، محمد المطير صالح عاشور هدد العكس، استجوبك إذا ما نفذت. شو الحل القانوني لها كقانوني يعني؟ تجرب وبدر يعني. اي انا ارى ان الفصل بين النص الدستوري والنص الجزائي، النص الجزائي يبقى قائم عن طريق المبدأ الفصل بين السلطات الخمسين، مادة 50 بين السلطات واحترام الدستور واحترام النصوص التشريعية الأحكام القضائية. بالتالي النص الجزائي قائم، أنا أتكلم عن النص الدستوري. أوكي. بتقول لي النص الدستوري ناقص، بتقول لي النص الدستوري عاجز، هذا اللي موجود. أنا لا يمكن أطوع النص لأجل يعني الإضرار بالنواب، المصلحة العامة تتطلب مني أني أصوت على هذا الأمر. أوكي. فيما يتعلق بالنص الجزائي هذا أمر آخر وما يفترض أن نتعارض في هذا الأمر. يختلف. فلا توجد حصانة اليوم لهم. لا، ما توجد حصانة لهم في هذا الأمر. أنا هذه وجهة نظري. في ناس معارضين، أيضا ناس متفقين معاي في عدم الإسقاط لكن مختلفين أنه يجوز. أنا أرى لا في هذا الأمر. أوكي، خلص نحن من المرحلة الأولى هي عدم إسقاط العضوية. المرحلة الثانية هي في العفو، والآن واضح أن التوجه طلب العفو من سمو الأمير. قاعد تسعون لو لا؟ ولا خلصت اللي عليك في قضية لا لا لا, ما لا 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 الأعمال البرلمانية اللي هي اللجان هذا أمر آخر. لكن السعي ما زلنا نسعي، ويعني وعندنا كان ترتيب معين، هل كان هاليومين لكن في ظرف تم تأجيله أيضا. أنا ما الأمور ماشية إلى الآن، نسعى في العفو الخاص إلى الآن له طريق، والعفو الشامل أيضا له طريق. العفو الشامل موضوعه في اللجان، يطلع من اللجنة ويتم التصويت عليه ويقدم للمجلس يتم التصويت عليه، هذا طريق واضح زين في هذا الأمر. أيضا العفو الخاص له طريق آخر، ويجب أن يكون له ترتيب آخر وإجراء آخر. في المسارين إحنا موجودين، لكن فيما يتعلق بالعفو الشامل أنا ما أشوف تحرك جدي في هذا الأمر. ليش؟ ما أدري، ما أشوف تحرك جدي في العفو الشامل، لكن العفو الخاص متقدم بمراحل. فيه تحرك بالعفو الخاص؟ اي متقدم بمراحل كبيرة العفو الخاص. يمكن يكون بعض الناس يقولون خلنا نخلص العفو الخاص، ناس تأخذ حريتها أوكي. تفكهم من السجن، وهذاك أمر سياسي نقدر عاد نبحثه مرة أخرى في مرحلة أخرى. أنا ما أدري شنو الترتيب، لكن قلتها في ندوة وليد وأقولها اليوم. أوكي. أي أمر يطلب مني في هذا الأمر يكون ترتيب من بين الأهالي والمساجين والمحكومين، وهذا أنا معاهم في أي أمر يتفقون عليه. تتفق وياهم؟ صحيح، اتفق معه. يعني هو خاصة اليوم وليد قاعد يطلب التهدئة أكثر، لما حتى لما المطير صرح أنه يفعل مساءلة سياسية في حال القضاء عليهم، كان تصريح دكتور وليد كما تصرف. يمكن لأن وليد يعتقد أن كان الاستجواب أو التهديد بالاستجواب يتعلق فيه هو شخصيا بحضوره وبغيابه وليست مسألة عامة، وبالتالي كان لزاما عليه أنه يصرح. يمكن هذا الأمر، لكن يعني الأخ محمد المطير ينسق مع وليد وجمعان في مثل هالقضايا هذه، يحاول انه اذا كان هناك اتفاق يحاول انه يعني يتجنب اي امر يضر بمصلحتهم. اوكي، في اطار الاستجوابات، كل ما اسال سؤال يعني الدلال قال لي لا تدخلنا في الموضوع، لكن ايضا اريد اسالك اياه. الاستجواب عادل الخرافي، الان وقع الطلب من 6 أشخاص لطلب طرح الثقة في أبو مساعد، أنت ما وقعت، الآن ما وقعت، مو مقتنع بالاستجواب، ما وقعت لأن أنت تبي تشوف أن في مجال هذا يصلح الملاحظات اللي موجودة، ما وقعت لأن المستجوب هو رياض العدساني وخلافك مع رياض اللي... بالعكس والله، أنا وأبو محمد من أول يوم بعد الإجازة وحنا نسلم على بعض ونسولف على بعض عادي، رغم الخلاف الكبير اللي صار أنا ما أشيله بقلبي. مهما اختلفت معاك، مهما اختلفت مع أي شخص، أنا ما أشيل بقلبي. أشوفك بعد دقيقتين أسلمك وبوس عليك وبوسك وأسلمك وأضحك معاك وكنا ما صاير شيء. فهذا أولا. ثانيا والله أنا الاستجواب لما أنا ما وقعت إنها مسألة قناعة شخصية وليست متعلقة. الاستجواب لما يقدم المستجوب ما يلزم الطرف الآخر إنه يقبل فيه، ولا إذا رفضه معناته إنه شخصي موجه. أنا قدمت استجوابات وقع معي 11، معناته 38 او الاخرين هذول مزينين ولا يكرهون، هذه قناعاتهم، يبقى هي قناعات وهي قناعه شخصيه بالبدايه. أوكي. بالنسبه لي وايضا في استجوابات اللي انا قدمت اللي ما وقع معي باستجوابه يبقى تبقى قناعته الشخصيه، ما اقدر افرضها عليه.
انا اعتقد ان بالنسبه للاستجواب عادل الخرافي انا عندي قناعه شخصيه ان المواد لا ترقى الى طرح الثقه. فاي ما تشوفنا في رقي لطرح الثقه؟ انا وجهه نظري، يمكن وجهه نظره مع الاخوان السته غير، بس انا هذه قناعتي بعد ما سمعت الطرفين. انزين، في اطار المسائلات كان لك تصريح يمكن في الصيف في لقاء كان في جريده الراي، وهذا أثار جدل لما قلت للسبيعي للراي بعض الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء شخصانية، وهذا التصريح أثار جدل. بعض قال لك إيش حقك تتهم منه وتقصد منه، خاصة البعض قدم استجوابات لرئيس الوزراء، ليش وصفته بالشخصانية؟ لا هي هو للأمانة يعني كان الحوار غير، لكن الخبر في الصفحة غير، يقلب الحوار، يقلب مفهوم الحوار. لما تقرأ الحوار كامل اللي داخل مكتوب مثل ما هناك بعض الاستجوابات الشخصانية للوزراء، هناك أيضا بعض الشخصانية في استجوابات رئيس الوزراء تهدف إلى حماية الوزير المختص. إيه، لأمانة لما يكون عندي مسائل الوزير مثلا الحميدي، أنت تهده وتروح رئيس الوزراء، أنت تبي تحميه، وهذا اللي احنا كنا نبي نسويه. لما احنا نبي نستجوب وزير معين يتم مساله رئيس وزراء، لما نستجوب الوزير يقولون انت ليه، انت قدمنا احنا رئيس وزراء ما وقفت معانا. فقد تكون هذا الامر، هذه مو بس حتى في المجلس، هذه كل المجالس هذه الموجوده. وما وقلت هذا الامر ولم يكن الهدف من هذا النص حمايه رئيس الوزراء. حتى الوزراء انا قلت عنها هناك بعض الاستجوابات، مثل ما في استجوابات تهدف منها حمايه الوزراء، ايضا انا قلت في استجوابات شخصانيه حتى للوزراء في هذا الامر. اوكي، تشوف ان في شخصانيه لبعض الاستجوابات سواء لرئيس الوزراء او للوزراء؟ لا هي كانت عامه. اوكي، ليست ان قصد منها، القصد منها ان هناك وزراء يستحقون المساءله لكن يفترض ان توجه لهم هذه الوزراء، لكن يتم الالتفاف عنهم لحمايتهم. انزين، عكسها بالمفهوم العكس. انزين، في وزراء يستحقون المساءله. انزين، في دور العقاد اللي فات لكن تم الالتفاف لهم وراحوا رئيس الوزراء. ليش؟ خلينا نحاكمه، هو المسؤول، ولما انا جاي اقدم للوزير ما حد يوقف معي. زين، هو المسؤول عن عمله. يعني الان الوزير النفط لما قدم وليد الاخ والاخ عبد الوهاب وعمر ما حد وقف معانا، ويحملون رئيس الوزراء في هذه المساله كذا. زي ما احنا جبنا لكم الادله والبراهين، واليوم طلعت الفتره الماضيه طلعت اللجنه اللي شكلها مجلس الوزراء بادانته وبادانه القيادات النفطيه. سبقتني في هذا الان، التقرير اللي قاعد يطلع تقرير اللجنه الوزاريه، هذا شيء يوحي له، يوحي له ان الاستجواب كان صحيح. شنو دور الوزير اليوم؟ هل راح تفعلوا المساءلة مرة ثانية؟ دوركم شنو؟ 100% كان الاستجواب صحيح، والكلام اللي قلناه صحيح، وهي المساءلة ما كانت على الوزير للأمانة الوحدة، كانت معاها القيادات النفطية موجودة، يجب أن تحاسب في هذا الأمر. ولما يجي تقرير وزاري يأكد هذا الأمر مشكلة من مجلس الوزراء ويأكد على هذا الأمر، وين داروا النواب؟ النواب اللي وقفوا معاه مع الوزير وحموه في هذا الأمر، وين دورهم الآن في هذا الأمر؟ أنا متأكد لو نقدمه مرة ثانية راح يقفون نفس الشيء، يقفون نفس الموقف، راح يقفون نفس الموقف رغم وجود التقرير. لذلك احنا لا بس ابو بدر، ليش اقول لك ليش اللي وقفوا؟ يعني انا اول حلقه في الموسم هذا استضفت ابو سالم من علي الدقواسي، كان الاستهداف كان استهداف لبخيت، تبون انتم تبون راس بخيت وظلم بخيت، يعني انت بعد تظلمون وزير وتبون بعد الجماعه يقفون وياكم. احنا هددنا، انا وعمر هددنا وفيصل كندري هددنا وزير السابق عصام المرزوق. أوكي، تغير جاء بخيت، فبالتالي كان استهدافنا للمؤسسة النفطية، ما كان مؤسسة، ما كان استهدافنا للوزير بشخصه، ما كان في شخصانية في هذا الأمر. سلمان حمود استجوبنا بعد 33 يوم، بخيت استجوبنا بعد 140 يوم. يعني اللي يقولون لي أنتم استهداف وما عطيتوا وقت، ما أنتم وقعتوا معانا بسلمان حمود بعد 33 يوم، 30/1 كان طرح الثقة، خلصنا، راح استقال 30/1، احنا جالسين 11/12 1/2 خلصنا 33 يوم. فكلامهم مو عذر، مو عذر، انت وقعت معاي بطرح الثقه بسلمان الحمود بعد 35 يوم، ما قلت ما اعطيته مده. لما جاء بخيت بعد 140 يوم نقول، ورغم ان الاستجواب كان موجه للمؤسسه النفطيه بشكل عام هو مسؤول عنها. اوكي، وقفتوا معاه قلتوا ما اعطيته وقت. على كل هذا تجاوزناه الان، بخيت صار له سنه، ايش بيقولون لما نقدم استجواب؟ هذا يطرح السؤال الان، انت جيت في الصيف وقلت للوزراء امامكم 3 أشهر اصلحوا الاوضاع في وزاراتكم، وان لم تفعلوا لا تلومونا، راح نوقفكم عند حدكم والاستجوابات قادمه، كذلك التوقيع على طرح الثقه. زين، اليوم صار بعد سنه على كلامك،
شنو تقييمك الوزراء؟ أنا أغلب الوزراء أدائهم سلبي. سلبي؟ سلبي. ليش؟ سلبي يعني أنا الوزراء مشكلتهم مشكلة عبالهم قاعدين طول عمرهم. أنا أقول الوزراء ترى أنتم خلصتوا يعني جيم أوفر، مثل ما يقولون إحنا قاعدين نلعب الوقت الضايع. أنتم صار لكم سنة، اللي قبلكم ما قعدوا سنة واستقالوا صح؟ شهر 12 دشوا وشهر 12 مشوا. أوكي. سنة مشوا، أنتم الحين شهر يعني أنتم قاعدين في الوقت الضايع. يعني الوزراء الموجودين حاليين لازم يعرفون أنهم موجودين في الوقت الضايع للعبة السياسية. ليش وقت الضايع؟ خلاص تنفذوا سنة، انتهت سنة، بالتالي راح يمشي إما بالتدوير أو بالاستجوابات. في تدوير؟ قد يكون في تدوير أتوقع. نزل الاستجوابات؟ قد يكون في استجوابات كثيرة. نزل لمنو؟ ليش أقول ترى التصريحي هذا ما كنت أقصد فيه أنا بروحي. أنا ما تلمسته من الناس. نزل. من إخواني النواب في استجوابات. أوكي. للوزراء إذا ما عدلوا مسارهم، أنا أعتقد أخذوا لهم فرصة يعني 11 شهر كافي، ما باقي شيء. زين، باقي شيء على شنو؟ ما باقي شيء، خلاص انتهت السنة. زين، إذا 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 في هذا الإطار، استجوابك القادم منه؟ خالد رضوان. خالد؟ خالد رضوان. ليش؟ ما أنا معلن عنه. أنا معلن عن استجوابي خالد رضوان. وبعد بخيت. هذا الترتيب اللي عندي أنا أعلنت فيه قبل المرة. خالد رضوان استجوابك القادم بعد بخيت. إيه هذا أعلنت عنه أنا قبل المرة. زين لا بس بدر اليوم اذا تستجوب خالد اليوم قاعد يقول لك ان المؤشرات في التنافسيه وغيره تحسن مركز الكويت، واليوم يقول لك ان صندوق المشاريع الصغيره وغير القسامة اللي قاعد تتوزع، فمعناته ان هناك تطور. ما تشوف انك تظلم خالد؟ مثل احمد نبيل كان الحلقه الماضيه قال افضل وزير عندنا خالد. وجهه نظر. زين وجهه نظر ان افضل وزير خالد، مع احترامي للاخ خالد رضوان، لكن انا هذا وجهه نظري. انا لم ارى تعديل جذري باللي قلته واللي عرفه خالد الرضان في هذا الأمر، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه أنا استجوابي راح يكون خلال من أسبوعين إلى شهر، راح أقدمه من أسبوعين إلى شهر راح أقدمه حق خالد. خالد زين شنو عندك مشكلة؟ شنو المحاور اللي ممكن خالد اليوم يتلاحظ؟ كله عندي بالتجارة، عندي بالصناعة، عندي بالمشاريع الصغيرة، عندي بال بال بالبيئة، بالهيئة صناعة قصدي، كلها موجودة عندنا محاور كثيرة ودسمة في هذا الأمر. وأنا قلت يوم ذاك الوقت كنت أقول عدل، ترى في وقت انه يعدل. ذاك الوقت قلناه كلمته قلت له عدل، هو يدري طبعا لازم. انا ما يعني انا تكلمت اكثر مره، هو يعلم انه لازم اعدل، مثل ما الاخ بخيت يدري انه راح يعدل. انا ما تغير شيء على موقفي يعني انا قلت بعد استجواب رئيس الوزراء راح اقدم استجواب خالد الرضان، راح بعدها راح اقدم استجواب بخيت، وانا ما زلت عند وعدي. ما حد يعتقد ان ضحكنا بالجلسه بس لا حطوا صوره، حطوا صورتك انت وخالد كان المكان الجديد. حطيت صورتي زي ليش ما حطيت تصريحي اللي قلته قبل للوزراء اللي قلتهم لا تعتقد اني اسافر معاك ونروح مؤتمر ونتعشى ونتغدى ونقعد ثلاث ايام ونرد ان طاحت المياه انا ما استجوبك؟ لا عادي استجوبك، ما له علاقه، اسافر معاك معاك واستجوبك. الحين بخيت عرف العمل السياسي غير والعلاقه الاجتماعيه غير، يعني ما له علاقه. يعني شنو مثلا خلينا نعطي فرصه اللي ممكن يكون فيها صلح او انه ممكن يكون فيها تعديل، شنو المحاور اللي او الرسائل اللي توجهها لخالد ممكن يعدلها يتفادى الاستجواب؟ هو قلت له انا كل المواضيع اللي قلتها لك في التجاره ويعلمها اللي انا اقصدها، وفي الصناعه هو يعلم انا اللي اقصده، والمشاريع هو يعلم اللي انا اقصده. يعرف هو شنو؟ موجه انا اكثر من 60 سؤال لحد الحين ما جاوب عليها. ما جاوب على اسئلتي الى اليوم. ما صار في نوع من التفاهم ان لا بعد خلاص يعني انا سيتي ما جاوب عليها. زين بس اوكي خل اعطيك مثال. اليوم يقال ان مثلا لما صارت القسائم الصناعيه اللي اشتاديه والسالمي لما تكلم عنها خالد بعض جاب كاميرا وصور شاف اراضي فاضيه، كان مثلا احمد نبيل الحلقه الماضيه قاعد وقال ان لا هذه اراضي ستوزع في المستقبل بنيه تحتيه بحاجه، لكن في ديدلاين يعني في تاريخ لتسليمها، لكن هون خالد مستهدف يعني اللي قام صور بالطريقة هذه قال مبين ملاحظ أن هناك أشخاص ضربت مصالحهم متنفذين من القدرة اللي قاموا اللي قدروا أن يصورون بالطريقة هذه. أنت اليوم بهالاستجواب ما تشوف أن أنت إذا هو صراع متنفذين دماء زرقاء دماء زرقاء أنت أحد أنا. أدواتهم أنا دماء زرقاء لا أحد أدا أحد أي. أحد اللي لأني أنا قدمت استجواب لخالد رضوان صار استجواب دماء زرقاء. أنا أبوي بدر الحميدي الله يرحمه ترى حارس في وزارة الصحة الله يرحمه الله. انا ماني دماء زرقاء لا بس تنفذ. انا مواطن بسيط عادي جدا. نعم فيك دماء زرقاء هم الدماء الزرقاء تمثل اجنده. لا ما مثلت اجنده، عمري ما مثلت اجنده. ما احنا استجوبنا سلمان الحمود قالوا لنا الاسطبل، استجوبنا هند الصبيح قالوا استجواب قبائل، استجوبنا خالد الرضان قالوا دماء زرقاء.
انا دماء زرقاء، خد رضان اذا خد رضان مو دماء زرقاء انا اصير دماء زرقاء. هذا كلام هذه ماده مستهلكه دائما تقال، دماء زرقاء، اسطبل، قبائل، هذه هي النبره، هذه النبره اللي عشان تفرغ اي استجواب. مو صحيح الكلام هذا، مو صحيح. ويعلم الله اني لن اظلم خالد الرضان، على المستوى الشخصي اقدره واحترمه وعزه ودمه خفيف زين حتى على مساله شغله اجتماعيه يعني ولد ينحب للامانه. ليش كذي تبت؟ ما له علاقه. انا قلت يا جماعه الوضع السياسي، المسائل السياسيه تختلف عن البعض يقول لك ان خالد. انا بقول لك معلومه ثانيه، تفضل. الوزراء القبائل لا يعتقدون احنا ما راح نستجوب معاه. عادي قلت بخيت، قلت بخيت انا يمكن اكون من القله، ما ادري اذا حد يبحث في التاريخ. انا يمكن قد اكون واحد او من اثنين من النواب على مدى التاريخ استجوب او ايد استجواب قبلي وتكلم في حدث. انا ما ادري، ذكروني اذا في احد. يمكن واحد او اثنين، يمكن انا اكون من الثلاث الاوائل اللي وقع استجواب قبلي وتكلم متحدث في استجواب قبلي، ما عندي مشكله فيه وقدم استجواب قبلي. بس البعض يقول لك ان بعيدا عن الحسبه الانتخابيه، انزين بعيد الحسبه الناس يعتقدون ان الامور هذه تسقط تنجح، اللي سقط ينجح الله سبحانه وتعالى. اذا الله كاتب لك بتنجح بس بتنجح. بدر واذا الله كاتب لك ما تنجح ما راح تنجح. أوكي. بس لا تفقد مبادئك ولا تفقد كرامتك ولا تفقد رايك وقدرتك. لذلك انا اقول رساله ثانيه، رساله معلش انا من هذا المنبر يعني انا 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 يعني دائما اتفائل في اللقاءات معك، واحب اللقاءات معك بالذات، ولازم اطلع بشيء. النواب القبائل لا يعتقدون هم بس بعيدين عن المسألة، ولا يعتقدون ان اذا صار استجواب راح يكون فرز قبلي حضري، ما راح يكون. لا لا تتوقعون، لا تندهشون اذا شفتوا كثير من القبائل وقعوا معي استجواب. اي بس هذه مو موجوده. اي بس بدر الكلام ان انت بتقدم استجواب حق خالد، كلام ان خالد شبه محصن برلمانيا، يعني الامتداد البرلماني اليوم من الاداء اللي قاعد يؤديه كانه راح يطوفه من الاستجواب، قد انك ما توصل الى طلب طرح الثقه، ما تشوف راح تحرج انت من هذا. والله اقول لك الصدق، أقول لك الصدق وأنا متعود على الصراحة. أي. للأسف كلامك قد يكون صحيح محصن برلماني، لأن تفاجأت في بعض النواب يقولوا ليش تستجوب، خلينا نحل الموضوع، ما قرأوا مادتي إلى الحين. استغربت يعني أن هذول يفترض أنهم يكونون دائما مقتنعين في أداء، ما قرأوا مادتي. زين شنو أنا بجي بشيء بدون مادة؟ خلي قرأ مادتي وبعدين يقول، لكن قبل لا يقرا مادتي يقول خلنا نقعد، خلنا نتفاهم، خلنا نقعدكم مع بعض ونحل الموضوع. النواب يفترض انهم دائما مع يعني في محاولات ان تقعدوا مع بعض، بس انت لا لا ما اتكلم عن المحاولات، انا اتكلم على رايك، كلامك. اني اقول قد انا للاسف ان كلامك يكون صحيح، ان انصدمت انه في نواب يفترض فيهم ان دائما هم في 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 خط الاستجوابات ومع الشده يكلموني بحنيه على خالد الرضان. لكن انا ادي اللي علي. ما تخشى انه توقف نفس ما راح توقف. نفس ما صار مع هند الصبيح، ما راح توقف. استجوبت وكان في هجوم، قاعد توقفت لك صفحه. انا ما خسرت شعبيا، انا ما خسرت شعبيا، انا كسبت. تبي انتخابات؟ تبي حس انتخابي؟ انا كسبت. انا اعرف شو خاطب عقليه دائرتي وعقليه دائرتي والمناطق واستجواب خالد الرضان. شعبيا انا ما راح اخسر فيه اذا قدرت اقدم ادله. إذا قدرت أقدم أدلة على صحة استجوابي ما راح أخسر فيه شعبيا، لكن قد أخسر فيه تصويت. هذا أمر بين النائب وبين بالصناديق. زين بخيت الرشيدي بعدها أيضا راح يكون في استجواب، هل في مجال يتفادى الاستجواب؟ أنا قلتها خمسة يمشون أو ستة، القيادات النفطية. عندك مشكلة بالقيادة؟ إيه لازم يمشون، تجاوزوا السن 35 سنة، خلهم يمشون، حالهم حال الناس. ليش هم ما يمشون وغيرهم يمشي؟ ليش 35 سنة يمشي؟ كل القيادات النفطيه لازم تمشي كبيره متجاوز السن. وفي مسائل ايضا ثانيه هو يقدر يتفاداها، ترى الاخ بخيت يقدر يتفادى هذا، يقدر يتفادى هذا، يقدر يتفاداها. لكن انا انطر اخذ تقرير المجلس الوزراء الاخير، اذا كان هو ثابت عليه شخصه الادانه لا. اوكي صالح عاشور وايضا احمد الفضل اكد في الحلقه الماضيه ان في تهديد او نوع من الضغوط على اعضاء اللجنه باقربائهم، هذا صحيح؟ صحيح، وانا وردتني معلومات انه الاعضاء اللجنه كان هناك تهديد على اخوانهم اللي يعني ما ادري وجتهم عقوبات اداريه من هالنوع. صحيح، ووصلتني رسائل في هذا الامر، وفي نواب شرحوا لي هذا الامر بالادله ايضا، وهذا امر وين شوف وين وصل فيه ترهيب القيادات النفطيه. لكن انا اقول قاعدين هم يحتضرون
المعقدات النفطية الآن قاعدين يحتضرون هذا الأسلوب رخيص اللي يستخدمونه مع الناس وغير مقبول، وراح يدفعون الثمن غالي عليه. إنزين، أي الموضوع شوي الشائك شوي، الجلسة الماضية التعديل على قانون الرياضة قال أن هذا أحد الحلول أو لخارطة الطريق الموضوعة من اللجنة الأولمبية رفع عقاب بشكل نهائي. هذا التعديل جيد ولا لا؟ وأنت بعدها وجهت قبلها وجهت سؤال أعتقد وزير الشباب والرياضة، سألت على من رأيه من هو رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية. صحيح. إنزين، ليش قاعد توجه السؤال وشنو تعليقك على التعديل اللي صار لك؟ لا، التعديل هذا جانا من اللجنة الأولمبية. اوكي، مهم احدى الشروط رفع الايقاف. يعني هذا بتعديل من برا يعني؟ اي، جاينا من برا للمجلس على التعديل هذا الامر، والاخ وزير الشباب قال فعلا هذا التعديل المطلوب للاستمرار لعدم عوده الايقاف مره ثانيه، وبالتالي انا وافقت عليه لان هذا تعهده. اما اذا كان كلامه غير صحيح وراح يكون مسائل علينا بتهمه التدليس، وبالتالي احنا وافقنا، ما نقدر نقول، لان هو يقول كلام صحيح، هو اللي قاعد مع المنظمات الدوليه وهو اللي نقلنا هذا التصور، وبالتالي احنا وافقنا عليه بالتشريعيه، حولناه لجنه شباب رياضه، لجنه شباب رياضه وافقت عليه وحولناه. ليش وجهت السؤال الى وزير الاعلام؟ لانه كان في لغط في 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 من هو رئيس اللجنه الاولمبيه. بس الان كلام حتى احمد ابيل قال الرئيس مو الشيخ طلال. من هو الرئيس؟ قال لا، مش الرئيس اللي عينته الحكومه. وينه؟ شنو وينه؟ خلي يطلع كتاب انه يقول انا الرئيس. من هو؟ شو اسمه؟ ماكو رئيس غير الشيخ طلال. لا، هذا اللجنة الأولمبية بس ما مو معترف فيه بالكويت. لا غصب عنهم يعترفون، شو خلي يقولون مو معترفين فيه. ليش تبيهم يقولون؟ خلي يجاوب على السؤال. ما راح يقدر يجاوب على السؤال. شو ما يجاوب؟ ما يقدر يجاوب على السؤال. الشيخ طلال هو الرئيس الشرعي. أصلاً ما في غير هذا الرئيس الشرعي، الشيخ طلال رئيس اللجنة الأولمبية. تهيئ تباركت له، قلت يعني أخي الشيخ طلال ظلم. طبعاً. فحورب ترك البعض وسعي لمصالح شخصية، ساندك المؤمن بعدالة قضيتك قضية الشباب الرياضي، فصبرت ونلت فإنها مع العسر يسر، لذلك نبارك عودتك رئيسا ونسأل علي القدير عودتك قريبا مشافا معافا. الله يشافي شيخ طلال. لكن بس لا، هذا التصريح هذا اللي انت قاعد تقول قبل شوي انا لا من الاسطبل ولا شيء، هذا التصريح انت تأيد الشيخ طلال وخير يطير يدأيت شيخ طلال. هذا يسمونك انت من الاسطبل يعني؟ ليش يعني يدأيت شيخ طلال صرت مع اسطبل؟ وهذا الاقتراح هذا مجموعة الاخ مرزوق الغانم بعد، انا شلون يعني؟ انا ما عرفنا نأيدنا هذا، قالوا شيخ طلال باك. لكن علاقتي مع الشيخ طلال انا ما اخفيها، واليوم يعني كان له رسالة ودز لي واتساب على حالته الصحية وان شاء الله يشفيه ان شاء الله قريبا. لكن بهذه الرسالة الشيخ طلال حورب كثيرا، حورب كثيرا من الكل، حورب سياسيا وحورب رياضيا وحورب اجتماعيا وحورب على كل المستويات. مشتكين على الكويت عشان كذي يعني؟ لا، ما اشتكوا على الكويت، لا ظلم الشيخ طلال في هذا الامر، وبالدليل الصحيح ان الرساله هذه كذا، فكانت الرساله هذه مو موجهه لشخص معين ولا كذا، كانت موجهه لكل من حارب الشيخ طلال، حتى السياسيين اللي حاربوا الشيخ طلال في يوم من الايام، اليوم صاروا اصدقائه. فأنت بالأخير تشوف أن البوادر الآن الإيجابية، في بوادر إيجابية ولا لا لحل أزمة الرياضة؟ الحكومة تقول في بوادر إيجابية ونرفع الإيقاف، ما تقدر تكذبهم، هم قالوا في بوادر إيجابية ونرفع الإيقاف، وقالوا إحنا مستمرين وننتظر، فما أقدر أنا أكذبهم. أنا ما دام هم قالوا هالكلام ونفذوا، تذكر خالد الروضان لما طلع في الجلسة الخاصة وقال أعطوني القانون هذا وأنا أرفع لكم الإيقاف، قلت انا طلعت بكلمتي قلت خلال شهر اذا ما رفع ايقاف راح استجوبك. في ذاك الوقت رفع ايقاف بعد اسبوعين، هم يقولون الان الحكومه تقول هذا الامر يساعد في عدم عوده الايقاف. يعني عندهم مفاوضات قاطعين شوط احنا ما نعلم عنها، بس هم يقولون الوضع زين. أوكي. احنا بنراقب في هذا الامر. في قضيه اخرى وجهت سؤال الى الوزير انس صالح عن عدد المسؤولين اصحاب الشهادات المزوره، رد عليك قال لك ما في إجابة الوزير أنس صالح، تكتبتها في 21/9، إجابة الوزير أنس صالح على سؤالي لا شهادات مزورة للقيادين أو أصحاب الوظائف الإشرافية في وزارات الدولة. هذا كلامك أنت؟ هذا الكلام اللي قلته أنا، أنه كان الهدف منها بس يعني لفت نظر الشارع عن قضايا معينة، وقط شهادات مزورة هذه من 7 سنين جبن. أنا ما أقول لك أنه ما في شهادات مزورة، قد تكون، لكن مش تقول شغلوا الناس بالشهادات المزورة. كل ما يجينا يعني أنا أقول أنت كل يوم تطرح لي الشهادات مزورة لما تثور قضية معينة، زين أنت سويت؟ قبضت على احد؟ قال لا. لقيت احد؟ قال لا. في كذا؟ قال لا. اذا ليش تزعجني؟ ليش تثيرها في اوقات حساسه؟ هذا الامر اللي احنا قاعدين نقوله. لذلك وجهت هذا السؤال وجاوب عليه الاخ انس، قال ولا شهاده مزوره لدى القياديين والوظائف الاشرافيه. شنو نقدر نسوي اكثر من كذي؟
يعني انت بتقول الشهادة المزورة افتعلت لتغطية على امور ثانية؟ بهذا الكم، بهذا الكم اوكي، وهذا الاعداد اللي كتبوها بالالاف كان الهدف منها تغيير مسار الشارع في قضايا معينة. في ملف انت متبنيه، ملف مدينة صباح الاحمد، ويبدو قاعد تقوم في جهود اشكرك عليها البعض، يمكن كان الاخ بشار الصايغ قال لك ما قمت به خلال الايام الماضية مجهود جبار ولقاء مع الوزراء المعنيين في توفير الخدمات لمدينتي الوفرة والخيران، لا توفيه كلمات الشكر، لم تمثل على المواطنين بتصريحات وخلافه، ولم تخدعهم باسئله برلمانيه تروح باستجواب رفع عتب. الاخ يوسف البيضان ابو عبد الله ايضا توجه لك بالشكر، ايضا مجموعه من المواطنين. ملف المدينه هذا قاعد يحل ولا لا؟ للامانه في الاربع اشهر او الست اشهر الكبيره وجدنا تحرك جدي من الوزراء والحكومه مثله من رئيس الوزراء للوزراء المختصين في هذا الملف. قابلنا وزير الاشغال كان جدا متفهم، كنا كل يوم ننتقل للمنطقه، يدز لي صور الشوارع، يدز لي صور التعديلات. الاخت الدكتوره جنان ابو شهري ايضا نفس التوقيت، الدكتور باسل في هذا الامر، تونا مفتحين مركز صباح الاحمد راح يكون مركز كبير. هند الصبيح بصفتها رئيسه لجنه الخدمات ايضا كانت مقدمه دعم للمنطقه، ايضا الدكتور فهد العفاسي ايضا كان له دور مساعدتنا، الدكتور حامد العازمي مدارس ووفر لنا مدارس ووعدنا بتوفير مدارس ومعاهد في المرحله القادمه. أوكي. رئيس الوزراء قابلناه واكد حرصه، اللي صار عمل جبار بستة أشهر من الوزراء مثلا من رئيس الحكومة والوزراء. ترى إحنا مثل ما نهدد لازم نشكر في تجاوب على المدينة، تجاوب ممتاز، مش صباح الأحمد، الخيران والوفرة، لكن الآن شوي نرد نبي نحرك. يمكن في فترة الإجازة الوزراء كان عندهم فرصة كبيرة، الآن في وقت العمل البرلماني الضغوط تكتر عليهم. أوكي. بس ما نبيهم ينسون مرة ثانية صباح الأحمد، الوفرة السكنية، الخيران السكنية، افترض انها هذه الملفات ايضا تظل ساخنه. انا شفت الطرق من صباح السالم لن يصيب اكثر من 9 جسور كلها راح تنتهي بعد سنه وشهرين. صباح الاحمد لن يصيب طريق مصفق 3 جسور تقريبا شبه منتهيه، واحد انتهى، واحد بينتهي بعد 4 اشهر، واحد بينتهي بعد 8 اشهر، جسور جباره في المنطقه الجنوبيه. انا اعتقد المستقبل للمنطقه الجنوبيه ان شاء الله. ان شاء الله. نبهت انت لما قلت في تصريح 13/8 نبهت بالجلسه سابقا بان قانون التقاعد المبكر سترد الحكومه بعد اضافه الماده 4 بالاقتراح فجاه، وطالبت بفصل الماده 4 عن الاقتراح لوحده لامور الاقتراح. الان عندنا مشكله، الان في بوادر تقدم مجموعه من النواب تعترض، وقعت وياهم في قضيه لا خلاص الحكومه موافقه خلاص؟ اي لان الحين الماده اللي اتفقنا عليها الماده 76 اللي هي انحطت فجأة. مادة 4 قصدك؟ 4 تتكلم عن مادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية، من قانون الخدمة المدنية، انحطت فجأة قبل ما نصوت مداولة ثانية. لذلك أنا نبهتهم لأنها قانونية، أنا أعرف إيش قاعد يصير. قلت لهم يا جماعة المادة هذه انحطت فجأة، ما لها علاقة بالاقتراح، المادة هذه راح تعطل القانون، لا 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 الكلام، وصوت ضدها. بس بدأ في مشكلة. وبعدين صار، وقلت راح ترد الحكومة. هذا قلته صحيح. وردتها الحكومة. نعم بس واضح. التعديل القانوني هذا ما تشوف انه يستوجب تعديل آخر، هذا طرحته أكثر من مرة. بالضبط. أنا ما أقول. أنه 25 سنة الآن ممكن يطلع تقاعد، لكن إذا الحكومة تروح تطلع مواطن على 25 سنة إجبارياً وينخصم منه 25%. ما هو الوضع نفس الشيء الآن، ما تغيرت، أنت تقصد المادة 70 ما زالت موجودة، الآن لما انحطت ورفض القانون، شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء. المادة 76 أو المادة الرابعة في الاقتراح اللي هي المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، حطها بروحها. لا تربطها مع هذا القانون، وقانون التأمينات الاجتماعية طلعها بروحها، وهذه بروحها. هذه احشد لها على كيفك وهذه طلعها، احنا يا ناخذ السله كلها ولا ما نبي شيء؟ لا ناخذ العمل السياسي، خذ اللي تقدر عليه، خذ وطالب. خذ قانون التامينات وطالب تعديل الماده 76 من قانون الخدمه المدنيه. هذا اللي انا اقوله، ما يصير اقول يا تعطيني هذه وهذه 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 ولا يبا ما بي شيء، تزعل تقعد ببيتك، ما قاعد ببيتك. أوكي. بس مو هذا العمل البرلماني. ممتاز. اخيرا لكن الان الحكومه موافقه. موافقة عليه. موافقة. راح يمر قانون. راح يمر قانون التأمينات الاجتماعية إن شاء الله. راح يمر متى؟ قريب. أتوقع الجلستين قادمتين. أنزل. راح يمر. ما لم يدخل أحد يخرب عليه. قانون تجنيس البدون في كشف ولا لا؟ إيه في كشف. في كشف كبير يفترض يصدر فيه 2000 شخص. مفترض؟ إيه طبعا حسب القانون. لا يفتح، لكن في تحركات عليه ولا في تحركات وفي كشف طلع ابناء الكويتيات وفي كشف اعمال جليله وفي كشف في من الاعمال الجليله وابناء الكويتيات موجود هالقانون هذا والعسكريين واعتقد انه بالكشف القادم راح يكون هو تاخر نوعا ما بس القانون ترى ما طلعناه الا متاخر قبل 4 اشهر 5 اشهر اخيرا دور العقاد القاعده الموجوده الحين
دور تشريعي أم ينحاز إلى الجانب التشريعي أم الرقابي؟ متفائل في حل مجلس الأمة ولا لا؟ يعتمد. إذا خلصنا ملف العفو الخاص والوزراء كانوا زينين وانتبهوا لوزاراتهم، أنا أعتقد أن المجلس راح يقعد 4 سنين بس عفو خاص والوزراء يركزون على الكلام اللي قلناه. انتهت السنة وهم ترى في الفترة الأخيرة أي وزير غير مستبعد المسألة، أنا أعتقد راح يستمر 4 سنين. توقع يستمر بهالحالتين، تجاوز هالحالتين. زين، مشكور وبدر لحضورك معنا. إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. شكرا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.